بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا تيمشي بالصحافه خويا. حنا دايرين هاد الوقفه احتجاجيه على اساس انه تيتفاجئوا السائقين هاد الصباح انهم صبحوا تيتوقفوا من طرف الاداره، والسبب هو واحد الحقيبه اللي بغي يحملوا من المسؤوليه ديالها، اللي فيها ادويه وفيها نسخ ديال نسخه الكارت غريز ونسخه ديال لا فيزيت، يعني ما عطينهمش الوثائق الاصليه. وملي تيوقفهم شي مسؤول في الطريق ولا شي بوليسي ولا شي حاجه، المسؤولين بغاو الوثائق الاصليه ما بغاوش النسخ، فلهذا صبحت الاداره كتوقفهم. يعني لو وقفونا الشوافر اليوم راه غدا غادي يوقفوا الخدامه، هذا علاش حنا جينا متضامنين معاهم هنا. بالنسبه للملابس، ما كيعطيوناش الملابس في الوقت. الناس خدمات هاد الشتاء اللي دازت خدمات بالحوايج ديالها، ما عندهمش هذيك اللبسه ديال الشتوى. الاحذيه عطاو هاد الملابس اللي عطاو، عطاو هاد الاحذيه ماشي فيها شي جوده، عيانه كاع الاغلبيه العمال تقطعوا ليهم. بالنسبه للي هو اساسي هو الزياده في الاجور، هاد الناس راه تيتمطلوا على المكتب النقابي وصبحوا كيحاربوه من جهات اخرى. علاش هاد الناس هادو ما يزيدوا لهاد الخدام واحد 100 درهم ولا 3000 ريال فاش جاتهم؟ ما تمتن السترو ديال الحليب في النار، ورغم ان هاد الشركه هادي راه بالفضل ديال هاد العمال باش عاودت الكونترا وباش ربحات ثلاثه ديال الشواهد ديال الايزو اللي هي الجوده والصحه والسلامه والبيئه. راه هاد الشركه عندها دابا ثلاثه الشواهد ديال الايزو راه بفضل هاد العمال هادو اللي مساكن، علاش ما يزيدوهمش؟ مع ان هاد العمال هادو حتى الخير ما كاين في الشركه. ملي تيوقع شي اكسيدون طرافي ولا شي حاجه تيجي تيهزو على الموتور، ما تيجيبوليهش الاسعاف. اش كاين هنا كاين تدليس، خصهم يجيبوا الاسعاف هي اللي تهزو. وشكرا اخويا، تنشكركم.